بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال، الفضل في نفسه والإفضال عليها بما أنفق من ماله في المهر وفي النفقات والسكنى والكسوة وغير ذلك، وبما كملهم الله عز وجل من كمال العقل وكمال الدين. وقد يعني فقد كثير من النساء من رجال هذا المعنى لما فقدوا الإنفاق، وصارت النساء يشاركن الرجال في النفقة، أو ربما تستقل بالنفقة، فترتب على ذلك أن تكون هي فوقه وأن ترتفع عليه. وقد بين سبحانه وتعالى أن نشوز المرأة على زوجها نوع من الاضطراب والخلل في نظام البيت المسلم، لابد أن تكون المرأة تحت الرجل وليست فوقه، لابد أن تكون مطيعة له ليست ذات سلطان عليه. قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وهذا في سجود التكريم، لو كان يشرع في شريعة الإسلام لشرع من المرأة للرجل، ولكن لم يشرع سجود التكريم في هذه الشريعة حماية لجانب التوحيد وإفرادا لله سبحانه وتعالى بالسجود، الذي صار لا يعرف عند المسلمين إلا سجود العبادة، صار لا يعرف سجود التكريم ولا يعرف إلا سجود العبادة. روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. ورواه مسلم ولفظه: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا من أوضح مظاهر النشوز، وهي أن ترتفع عليه فتأبى أن تجيبه إلى فراشه، فإذا امتنعت من تسليم نفسها له فهي ناشز باتفاق أهل العلم بنص القرآن. فانظر إلى أعداء الإسلام المجرمين الذين يجعلون يعني معاشرة الرجل لامرأته إذا لم تكن راضية اغتصابا يجرم عندهم ويعاقب بعقوبة المغتصب،
ويودون أن لو مرر ذلك إلى مجتمعات المسلمين ويبحثون عن المنافقين الذين يشرعون ويقبلون مثل هذه التشريعات الكفرية التي تناقض صريح الكتاب والسنة وإجماع المسلمين لأن المرأة ملزمة وجوبا عليها بلا خلاف أن تجيب زوجها إذا طلب طالما لم يكن بها مانع شرعي أو حسي من مرض يعجزها عن الاستجابة لطلبه أن ينال منها حقه. هم يرون أن هذا الأمر ليس بحق. الكفار والزنادقة والمنافقون يرون أن هذا أمرا لا بد وأن تكون هي موافقة لأنهم نساؤهم قد نشزت على رجالهم وليس عندهم أمر القوامة التي شرع الله عز وجل. قال ابن كثير: ولهذا قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. يبقى يبدأ معها بالوعظ. قوله: واهجروهن في المضاجع. قال علي بن أبي طلحة بن عباس: الهجر هو ألا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. هو ألا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد. وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها، يهجرها في الكلام. الهجران في المضاجع أن يفارق الفراش ويهجر في البيت، ودرجة أقل أن يوليها ظهره، ودرجة أشد أن يهجرها خارج المنزل. وهذا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث هجر نساءه في مشروبة له، في علية له شهرا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تهجر إلا في البيت، على سبيل الاستحباب، يعني هذا النهي على سبيل الاختيار الأفضل أن يكون الهجران مع وجوده في البيت. وذلك أن وجود الرجل في بيت الزوجية من أسباب رجوع المرأة إن شاء الله إلى صوابها ورجوعها إلى الطاعة. وأما مفارقته للبيت فقد يكون عند الحالات الخاصة، عند الضرورة التي تستلزم ذلك. قال: وقال علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس: يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها، وذلك عليها شديد. من غير أن يذر نكاحها، والله أعلم، يعني من غير المطلقة، من غير التطليق يعني. وقال مجاهد والشعبي وإبراهيم ومحمد بن كعب ومقسم وقتادة: الهجر هو ألا يضاجعها. روى أبو داود عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع. قال حماد: يعني النكاح، يعني لا يطأها. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن. تطعمها إذا طعمت، فلا يجوز للرجل أن يأكل ويترك امرأته جائعة، وتكسوها إذا اكتسيت. المستحب أن يأتي بشيء لها كلما أتى بشيء لنفسه، وإذا طعم من شيء أطعمها مما يطعم، والواجب ما تحتاج من طعام وكسوة. الواجب الكفاية، ولكن يستحب إذا أتى بشيء لنفسه أن يأتي لها أيضا، يعني إذا استحدث ثوبا مثلا يأتي لها بثوب، وربما كان عندها ما يكفيها، لكن يستحب ذلك. ولا تضرب الوجه لتحريم ضرب الوجه،
ضرب الآدمي عموما والمرأة الزوجة خصوصا. ولا تقبح، لا تقل لها قبحك الله، لا يسب ولا يشتم الرجل المسلم عفيف اللسان، ولا يهجر إلا ولا تهجر إلا في البيت كما ذكرنا على سبيل الاستحباب. وقوله واضربوهن، أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، أي أسيرات، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني لا تطئ فراشه الذي يجلس عليه هو والناس من ضيوف أو غيرهم أحدا يكرهه، لا تدخل أحدا البيت إلا بإذنه ولو كان حتى من محارمها. وليس أن المعنى وطء الفراش بمعنى المعاشرة، ليس هذا معنى عند أحد من العلماء، فإنه سواء كرهه أو لم يكرهه فلا يجوز أن تعاشر غير زوجها بإجماع المسلمين، ولكن معنى لا يطئن فرشكم أحدا تكرهون على ظاهرها، لا تجعل أحدا يجلس على فراشه، وهذا يشمل كل أثاث المنزل إلا إذا كان برضاه. ولذا إذا أمرها أن لا تدخل بيته أحدا من أقاربها لزمه ذلك، فإن تعنت هو في استعمال ذلك الحق وقطع الرحم فهو الذي يأثم، وعليها أن تطيعه. وكون الحق للرجل لا يعني أن له أن يتعسف في استعماله بأن يمنع من لا ضرر من دخوله، كما يحدث في كثير من الأحيان أن أزواجا يمنعون الآباء والأمهات، آباء أزواجهن وأمهاتهن وأخواتهن وإخوانهن من الدخول، فإن كان هذا بغير سبب شرعي مثل غيبة ونميمة ومنكر وحث على الفساد لم يكن له ذلك شرعا، وإن كانت هي مأمورة بأن تطيعه وعليه الوزر. قال صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. القرآن أطلق والسنة قيدت، قال واضربوهن، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ضرب غير مبرح. قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر، غير ضربا غير مبرح، غير مؤثر. قال الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا، يعني الذي يجعل الجلد أزرق أو يخضر فذلك ضرب مبرح، الذي يشق الجلد ويجرح ضرب مبرح، الذي يكسر العظم ضرب مبرح، فكل هذا لا يجوز، إنما يجوز ضرب غير مبرح لا يؤثر فيها شيئا، لا يجعل هناك زرقة ولا كدمة ولا جرح ولا كسر. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يهجرها في المضجع، في المضجع، فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضربا غير مبرح ولا تكسر لها عظما، فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية، يعني تضارها حتى تفتدي وتخترع. وقال سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرت النساء على أزواجهن، يعني تعالت عليهن وتجاسرن عليهم،
تعالت على الأزواج. قال فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم، يعني الذي يضرب امرأته ليس بالرجل الخير. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده امرأة قط ولا خادما ولا عبدا ولا أما إلا أن يجاهد في سبيل الله. الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن الأشعث بن قيس قال ضفت عمر فتناول امرأته فضربها وقال يا أشعث احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر، ونسي الثالثة. وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن مهدي. وهذا ثابت، طالما ضربها ضربا مباحا ضربا غير مبرح لا يسأل، حتى لا يلجأ إلى أن يذكر مثلا أنها امتنعت عن فراشه، إنما يمنع إذا ضربها ضربا مبرحا وإذا أذاها بغير سبب، لكن الأصل أنه لا يسأل فيما ضرب امرأته، وطالما هي لم تذكر أنه ضربها بغير حق أو ضربها ضربا غير شرعي فلا يسأل الرجل، لا يسأله أبوها ولا أخوها ولا الحاكم إلا أن يتعدى. وقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. فليس معنى قول عمر لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته، أو يظن البعض أنه ضرب امرأته بغير سبب، أن عمر تناول امرأته فضربها لكي يثبت للأشعث أنه يجوز أن يضربها، لا، ليس كذلك، كان هناك سبب يقتضي ضربها وقد وعظها وهجرها فلم تستجب فضربها، وافق ذلك وجود الأشعث، فخشي أن يقع الأشعث في أمر منهي عنه وهو أن يسأله لما تضربها، فبين له أن هذا أمر خاص به وهو الذي له أن يدير المنزل بما يرى، ولا يجوز لأحد أن يستقصي منه ما حدث قبل ذلك. لكن إذا تبين أنه يضربها بغير حق فلها أن ترفع أمرها إلى من له سلطان عليه ليمنعه من ظلمها. وقول ابن كثير مما أباحه الله له منها، يعني لا يجوز لها أن تطيعه في محرم، مثل أن يأتيها وهي حائض أو يأتيها في غير المأتة، فليس له أن يطلب ذلك وليس لها ولا يجوز لها أن تطيعه. وكذا إذا طلب منها الجماع في رمضان مثلا أو في صوم واجب عليها كقضاء رمضان أو صوم نذر أو كفارة، فليس له أن يطلب منها ذلك وليس لها ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك. وأما إذا طلب منها ما ليس له منها كمالها، أن يطلب منها مالا، فليس عليها أن تجيبه، إنما يلزمها أن تطيعه في لزوم البيت وتسليم نفسها، وليس له أن يطالبها بأن تنفق عليه من مالها أو تعطيه من مالها وأن يضربها على ذلك، فهذا أمر محرم لا يجوز لأنه ضربها بغير حق. كثير من الأزواج يسيئون معاشرة ومعاملة زوجاتهن إذا لم تعطيه من مالها أو لم تنفق على البيت
أو على الأولاد من مالها، وهذا لا يجوز. وإن أرادت هي أن تفعل فهذا خير لها، ولكن ليس له أن يلزمها بذلك، كما ليس له أن يلزمها مثلا بخدمة أهله من غير نفسه وأولاده. وعند الكثير من العلماء لا يلزمها خدمته أيضا. الصحيح أنها يلزمها الخدمة بما جرت به العادة، وكذا خدمة أولادها منه. وأما غير هؤلاء من أبيه وأمه وإخوته فليس له أن يلزمها بذلك. إن تطوعت فهي محسنة، وإن لم تفعل ليس له أن يلزمها باتفاق أهل العلم فيما أعلم. وقوله إن الله كان عليا كبيرا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة، ثم ذكر الحال الثاني وهو إذا كان النفور من الزوجين، فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق. وتشوف الشارع إلى التوفيق، ولهذا قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال علي بن أبي طلحة لابن عباس أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، ألزموه بالنفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها، ألزموها طاعة زوجها ومنعوها النفقة، يعني إذا هي أبت الطاعة. فإذا اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي. هذا الحكم الأخير فيه نظر، ولا يحتج بهذا الإسناد على مثل هذا الحكم، يعني أن علي بن أبي طلحة منقطع لابن عباس، فما خالف فيه الأدلة لم يحتج بذلك، يعني أن الله عز وجل قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، قال ولهن الربع مما تركتم الآية. فإذا مات أحد الزوجين والزوجية باقية فليس إرادة الحكمين التي لم تمض بعد أو كرهها أحد الزوجين بمؤثرة طالما بقيت رابطة الزوجية. يأتي الكلام. فهذا الأمر فيه نظر. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما
وقال لهما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا. وهذا صريح في أنه إن رأى التفريق فرقا، ويظهر من ذلك أن التفريق يقع على ما يراه أيضا، يرى التفريق بتطليق الرجل لامرأته للضرر، أو بخلع المرأة وردها ما أخذت، إن رأي استحالة العشرة وأنه لا يمكن الاستمرار نظرا في من الذي تسبب في استحالة العشرة. فإن كانت المرأة هي التي تسببت في ذلك فيأمراها بالخلع تختلع ويمضي ذلك، والحاكم يمضي ذلك، وكونهما حكما يدلان على أنهما إذا اجتمع على أمر أنفذه وألزم الزوجة بقبول الخلع في تلك الحالة. وأما إذا رأي أن استحالة العشرة راجعة إلى إضرار الرجل لامرأته فيطلق للضرر، إن أبى الزوج أن يطلق طلق عليه لأنهما حكمان. وروى عبد الرزاق أيضا قال أنبأنا ابن الريج قال حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة فقالت تصير إلي وأنفق عليك، يبدو أنها كانت تصير إلي وأنفق عليك، فكان إذا يعني أنها إما أنها طلبت ذلك أو ربما أنها يعني تعيره بشيء من ذلك الله أعلم. قال فكان إذا دخل عليها قال أين عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة آبائها وعمها لما قتلوا في بدر كفارا، فقال على يسارك في النار إذا دخل. قالت أين عتبة ابن ربيعة، هو أصلا تزوج فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة بتقولي فين أبويا وفين عمي عايزين ياخدوا لها حقها. فقال على يسارك في النار إذا دخلت، فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك فضحك، وأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن بينهما، فقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فلم يتفق على التفريق، فأتياهما فوجداهما قد أغلق عليهما أبوابهما فرجعا. اصطلحوا خلاص قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس، قبيلة بتاعتها والعيلة وهو الايه العيلة ايضا، فاخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما، فقال علي للحكمين اتدريان ما عليكما، ان عليكما ان رأيتما ان تجمعا جمعتما، فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي، يعني ربنا سماهما حكمين فكتاب الله شرع ذلك لي وعلي، لي إذا كان يجمع بينهما في المعروف أو يفرق لصالحها، وعلي إن فرق رغما عنها بالخلع. وقال الزوج أما الفرقة فلا، الزوج مش عايز يطلع، فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك. وده دليل على أنهما إذا رأي التفريق فرقا، خلافا لمن يقول الحكمان وكيلان، إذا لم يرضى أحد الزوجين بحكمهما أو بحكم واحد منهما لم ينفذ. فقول علي رضي الله عنه كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك دليل على أن حكم الحكمين ملزم، وهو ليس من قول علي فقط بل هو ظاهر القرآن،
فيمتنع أن يسميهما الله حكمين ثم يقول قائل ليس حكمين وإنما وكيلان. رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير ورواه نجح آخر عن عبيدة عن أبيه. هذا مذهب جمهور العلماء أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة، حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا. فهذا مرجوح، ليس لهما أن يطلقا خلاف السنة، وليس لهما أن يفرقا بأكثر من طلقة واحدة. قال وهو رواية عن مالك. وقال الحسن البصري الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق، وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود، غير ظاهر. كيف يقال أن لهما الحكم وليس لهما التفريق؟ إذا أثبتنا لهم الحكم وقد علق الله التوفيق على إرادة من إصلاح إن يريد، وهذا بناء على النظر، ولا بد أن يكون عدولا حتى ينظر المصلحة، فالإصلاح يتوقف على إرادتهما، وليس ذلك بلازم في كل الأحوال. إذا رأى استحالة العشرة، إذا رأى أن العشرة مستحيلة، فكيف يقال ليس لهما أن يفرقا؟ قال ومأخذهم قوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ولم يذكر التفريق. نقول ما تعليق الكلام على الإرادة دليل على أنهما قد يريد غير ذلك، وإلا لكن هذا كما ذكر ابن كثير تشوف من الشرع للإصلاح، وليس أنه إلزام، لأنه لو كان إلزام لما كان هناك معنى لتسميتهما حكمين، وليس لهما إلا أمر واحد وهو الإصلاح بينهما والجمع بينهما. وأثار الصحابة الموافقة لظاهر القرآن ترد هذا القول. قال أما إذا كان وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف، لما يكون وكيلا بشرط استمرار الوكالة إلى أن ينهي الأمر، زي ما واحد وكل رجلا في طلاق امرأته فقال لها أنت طالق، طلقت. فأما إذا ألغى التوكيل قبل أن يتلفظ فهذا قد سقط وألغي الأمر. قال وقد اختلف الأئمة في الحكمين هل هما منصوبان من عند الحاكم فيحكمان وإن لم يرضى الزوجان، أو هما وكيلان من جهة الزوجين، على قولين، الجمهور على الأول لقوله تعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فسماهما حكمين، ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، وهذا ظاهر الآية. والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو الراجح عند الحنابلة. الثاني منهما من القولين نسخة تانية، لا مش عايز النسخة، هي نفس النسخة. يقول الثاني يعني منهما وكيلين يحتج بقول علي رضي الله عنه للزوج حين قال أما الفرقة فلا، فقال كذبت حتى تقر بما أقرت به. قالوا فلو كان حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج، والله أعلم. قوله كذبت رد عليه في قول أما الفرقة فلا، وليس أنه يعني تفويض للأمر إليه، فليس في ذلك حجة في الحقيقة، هذا الاحتجاج في غير موضعه. الصحيح
قول الجمهور أنهما حكمان يحكمان بما يريان من المصلحة ولو كان على خلاف إرادة واحد منهما. قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر، وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان، واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة، ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا من غير توكيل. وعلى هذا المذهب بنى قانون الأحوال الشخصية المصري الأخير الذي فيه أمر الخلع، بنى أمر الخلع على ذلك بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين عن طريق مجالس تابعة للمحكمة، فإن أصرت الزوجة فهذا نشوز من جهتها، وفشل الحكمان في الجمع بينهما مع إصرار الزوجة على النشوز، فيحكم القاضي بإلزام الزوج بأن يطلقها تطليقة ويأخذ ما استحق منها، وهو له وجه من النظر واضح، بل هو الراجح إن شاء الله، أنه يلزم الزوج في هذه الحالة مع إرسال الحكمين وأنها تخلع فيفرق على قول الجمهور، والقاضي ينفذ ذلك الحكم بعد المحاولات التي تتم. وربما رأى الحاكم أو القاضي أن يعين رجلا صالحا أو رجلا قادرا على الإصلاح من غير أهله أو أهلها إذا لم يوجد في الأهل من يصلح، وهذا أيضا قول صحيح، أعني أنه إذا لم يوجد في أهل الرجل عدل ثقة، وكذا إذا لم يوجد في أهل المرأة عين الحاكم من يكون ذلك من غيرهما، من غير أهلهما. إذا رأى الحكمان أن يطلق الزوج للضرر وأن يعطي حقوق المرأة ألزماه بذلك وتكون طلقة بائنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.